كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد؟ يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. هذا هو صوت العقيلة زينب عليها السلام التي وقفت بوجه الطغاة، نقول لها سيدتي ومولاتي. هناك مؤمنات لهن امتداد لصوتك، صرخن بوجه الظالمين والمستكبرين وقلن لهم بأعلى الأصوات: كلا كلا يا ظالم، كلا كلا يا باطل. صوت الدكتورة مها الدوري أيها الأخوة أيها الحفل الكريم يشاركنا في هذا الحفل التأبيني بكلمة نستقبلها مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. نرفع العزاء إلى مقام الإمام الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف، وإلى المراجع العظام والأمة الإسلامية، وإلى صاحب العزاء سماحة السيد القائد المجاهد مقتدى الصدر دام عزه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين أصحاب السماحة السادة السلام على فجر العراق بطلته البهية، السلام على صوت العراق بجمعته الإلهية، السلام على تاريخ العراق بشيبته الأبية، السلام على خيمة العراق بكلماته الأبوية، السلام على شهيد الله الذبيح في الكوفة العلوية. السلام عليك يا صدر العراق، يا صاحب أعظم موسوعة مهدوية. السلام عليك يا من انتشلت المؤمنين من الغفلة الدنيوية، السلام عليك يا من أنرت قلوبنا بعدما ران عليها فأيقظتها بكلماتك الأخلاقية، يا من علمتنا أن طاعة المخلوق في عصيان الخالق هو الإشراك، وإن التوحيد القلبي هو من أعظم الطاعات على الإطلاق. لم يكن للدنيا ولا الاهتمام بها سبيلا إلى قلبك ونفسك الصافية، بل كان همك كل همك هم أمة حملته كما حملت كفنك وأنت تعتلي منبر الكوفة، أمة تتقاذفها المؤامرات والتي تركت في مهب ريح دسائس الغرب ومحاولات النيل من الإسلام والغزو الفكري وغسل العقول والنفوس. كنا نسمع بالأئمة وكيف كانت أخلاقهم وأخلاق أولياء الله الصالحين وعبادهم المقربين، وكيف هم مقربون من الجميع، يحبهم الطفل والشيخ، القريب والغريب، المسلم وغير المسلم، ويشهد لهم بصدقهم وتقواهم وورعهم أعداءهم قبل الصديق. وكنت أتساءل وأتمنى وأقول: يا ليتني كنت في زمن غير هذا الزمن، يا ليتني كنت. طبعا قبل ما أعرف السيد الشهيد محمد صادق صدر قصة في زمن أمير المؤمنين، لأرى أمير المؤمنين وأرى عدله وخلقه وإنسانيته. وربما سيتهمني البعض أنني مغالية في وصف محمد صادق الصدر، ولكن من كان يعيش في تلك الفترة المظلمة في العراق، زمن الرعب الأهوج
ودولة يحكمها اللصوص وقطاع الطرق الغارقين بدماء ضحاياهم الأبرياء وأموال الفقراء، زمن الصمت الذي لا يقطعه سوى صراخ ضحاياهم المستضعفين يستغيثون في زنزانات أعدتها وفرشتها أيدي الوحوش الآدمية بأشكال مرعبة ومبتكرة من وسائل التعذيب، أو صمت لا يقطعه إلا أصوات الرصاص تطلق لتزهق الأرواح التي قد تفكر أو لا تفكر حتى مع نفسها للوقوف ضد الطاغوت الحاكم لتقول له كلا للظالم، حتى بدأ الأب يخاف ابنه والزوج يخاف زوجته، فدخل الرعب والخوف كأخطبوط خرافي مد أذرعه في كل مدينة في كل شارع في كل بيت، وغرق الناس في ضياع وفوضى. وعانينا الويلات، عانينا الحصار الذي أهلك الحرث والنسل، وتساقط الناس ضحايا العنجهية والقسوة الصدامية وهوسها بالدم والقتل وقتلها المؤمنين الأبرياء بدم بارد، وكنا بانتظاره ذلك الفارس الذي سيأتي ليحيي فينا من جديد كل ما مات، كنا بانتظاره ليعيد للنفس الإنسانية كرامتها التي حاول المتغطرسون إذلالها واستعبادها بجبروتهم، فحررها محمد الصدر، نزع الخوف من قلوبنا وزرعه في قلوب الأعداء رعبا وكربا. جاء الأمل، جاء محمد الصدر الذي عاش التعذيب والاعتقال في سجون الهدام. التعذيب الوحشي، لكن كل هذا لم يثنه عن السعي لتحقيق ما وضعه من أهداف وبرامج إصلاحية، فكسر طوق الجمود والحواجز التي كانت بين الجماهير والحوزة والمرجعية، فتوافد على تقليده الكثير الكثير من خارج الدين الإسلامي وممن هم خارج المذهب ليقلدوه، فقد وجدوا فيه أباً للعراق، كل العراق، وكنت أنا واحدة منهم. وأقام محمد صادق الصدر قدس سره صلاة الجمعة وأحيا تلك الشعيرة المعطلة، وقام بنفسه بإقامتها في مسجد الكوفة، فجمع شتاتنا وأيقظنا من سباتنا ووحد صفوفنا، علمنا أن نكون اللسان الذي هو بالحق ناطق وأن نكشف الحقائق وإن كان الثمن أرواحنا. فإذا كانت الحياة مختومة بالموت فالأولى أن تكون الموتة موتة شريفة، فبث في الجماهير روح الأمل، الثقة بالإسلام والاعتزاز بانتمائنا لديننا الإسلامي الحنيف، فصدحت حناجر المسلمين مع مرجعنا الناطق نعم نعم للإسلام، نعم نعم يا ربي. خاطب محمد الصدر العراق، كل العراق، كل أبنائه، كل شرائحه، خاطب العشائر العراقية، خاطب الشباب، خاطب المرأة ووجوب احترامها وعدم إهمالها، خاطب الموظفين، خاطب الأطباء، خاطب الأقليات، حتى وصل بخطابه إلى الغجر، نعم الغجر الذين كان ينأى الجميع عنهم، بالرغم من أن الغجري إنسان في قانون أمير المؤمنين عليه السلام، الناس صنفان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. خاطبهم شهيدنا الحبيب في آخر خطبة له في يوم شهادته ودعاهم للهداية، وكانت الجماهير تكسر مع محمد الصدر صوت الجلاد، والملايين تزحف زحفا لتراه وتسمع وكأنها لم تسمع قبله حرفا، وكأن الليل قبل شمسه كان طويلا طويل. وقفت سيدي لتنتصف للمظلومين من أبنائك، لتقول للظالم أعظم كلمة كلا، قلت كلا كلا للباطل، قلت كلا كلا للشيطان، قلت كلا كلا استكبار، قلت كلا كلا استعمار، قلت كلا كلا استكبار. صدح صوتك بها في مسجد الكوفة، مسجد جدك علي بن أبي طالب عليه السلام، لقد زرعت في النفوس الأبية بذور الهداية والصلاح، بدون الأخلاق الإسلامية التضحية
الصبر، التحمل، الشجاعة العظيمة، الإرادة، والأهم هو الإخلاص. لمن؟ لله، لله وحده. وتعلمنا أنت سيدي أن نعمل لله وحده، وتقول: أنا لست مهما، لا بوجهي ولا بيدي ولا بعيني ولا بشعري، إنما المهم هو دين الله ومذهب أمير المؤمنين عليه السلام. وها هي بدورك سيدي، ها هي بدورك تزهر وتورق كل يوم، كل يوم، وتتحدى خطوات الملايين من المؤمنين الاحتلال والإرهاب والبعثيين الصدامين في مسيرها إلى كربلاء كل عام، لتجسد هذه الملايين المؤمنة قولة سيدي من إن زيارة الأربعين هي شوكة بعين الاستعمار عامة، وهي شوكة بعين إسرائيل خاصة. هي دماؤك سيدي، هي دماؤك سيدي، ودماء أولادك، ودماء كل المؤمنين. شهداء العراق تعبد طريقا لرجال خلقوا من أجل الإسلام ومن أجل العراق، يكملون ما بدأته سيدي، سيدي أيها الفارس الذي ترجل عن الدنيا لكنه عن منبره، منبر الحق ونهجه، أبدا ما ترجل. سيدي لقد عاد يوم شهادتك، ولقد عاد للكوفة ألمها، ولمسجدها حزنه وشجنه، كيوم فجعت فيه الإنسانية باستشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، صوت العدالة الإنسانية هناك حيث فاز علي وخسر الظالمون، وهنا فزت أنت وخسر وخاب الظالمون. فزت أنت أيها الإنسان العالم الرباني العرفاني الذي قال: من السهل على الإنسان أن يصبح عالماً، لكن من الصعب على العالم أن يصبح إنساناً. ففزت سيدي بالخلود، يا صوت الإنسانية أنت. نعم، لقد عرفت محمد الصدر رسولاً للإنسانية، أباً للعراق، رحمةً نزلت بساحتنا، ومنبراً للهداية، حيث كنت أقف على مفترق طريق، فإما شاكراً وإما كفوراً، عشقتك أباً ومرجعاً وقائداً، واتبعتك وأتبعك، وأنا اليوم أفتقدك بكل ألم يعصر قلبي، أقولها لك أني أفتقدك. فأسألكم اليوم أخوتي، يا علماء الأمة الربانيون، يا أيها الشرفاء الوطنيون، يا أيها العراقيون، لتصدح أصواتنا اليوم مع صوت محمد الصدر الطاهر، ولتتوحد قلوبنا، لم تفت الفرصة بعد، لنكون على غير ما نحن عليه اليوم، لكي لا تمتلئ أرضنا مقابر، لكي لا تسيل من دمائنا أنهار، لكي لا تفرقنا عن بعضنا المسافات والتوجهات، ولكي لا يئن العراق تحت سطوه همرات الاحتلال، الاحتلال، كي لا يفارق شمالنا جنوبنا، هو يحتار وسط العراق الى اين يذهب ومع من يكون، حتى لا نتمزق الى اشلاء، حتى لا تقطع الرؤوس ويمثل بالاجساد، لكي لا تستجدي نساءنا الخبز لايتام جياع على أبواب المدخمين من السلطة. اليوم المسؤولية تقع على الجميع، الجميع أبناء الشعب العراقي، لإعلاء كلمة الحق، راية الحق، وأن لا نفترق عما أراد الصدر لنا، وأن نمد أيدينا للتآخي مع الجميع، وتفويت الفرصة على العدو الذي يراهن على تشتتنا وتفريقنا، لكي يبقى لأرضنا محتلة، وأن لا يتخذ بعضنا لبعض عدوا. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهو شهيدنا الحبيب يدعونا للتوحد والتمسك بأخوتنا، حيث قال في إحدى خطبه: وما أعظمه من قائل، إن الأهم والأتم هي الأخوة في الإسلام، لأن القرآن واحد والنبي واحد والقبلة واحدة والهدف واحد
وإنما الهدف مشترك والعمل مشترك. ليش؟ لأن العدو مشترك. والثالوث المشؤوم يا أخوتي، وها هو سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، دام لله نصره وصبره، يعلمنا ويوصينا في تركيا في مؤتمر إسطنبول للقيادات الصدرية، يوصينا وأنا أنت كنت حاضرة بين الحاضرين. بماذا أوصانا سماحته؟ مؤتمر للقيادات الصدرية، هل أوصانا بنفسه أم أوصانا بأنفسنا أم بماذا أوصانا؟ قال السيد مقتدى الصدر: اخدم الإسلام أولا، أوصيكم أن تخدموا الإسلام أولا وأن تخدموا العراق ثانيا. حتى مقتدى الصدر لك خدمة، اخدم الإسلام واخدم العراق. ما أعظمه من قائد وما أعظمه من خلف لخير سلف. ها هي وصية لمحمد الصدر خالدة في أعناقنا: الدين بذمتكم والمذهب بذمتكم، لا ينبغي التفريط لا بقليل ولا بكثير. وأنتم ترون الآن وفي هذه الأيام كيف زاد حجم الهجمة ضد الإسلام. لماذا يمزقون القرآن؟ ولماذا يحاولون إحراق القرآن؟ يمنعون بناء المساجد، يمنعون ارتداء الحجاب، يستهدفون علماء الإسلام، يعتدون على الرسول بالرسوم الكاريكاتورية. لماذا؟ إلا لأنهم أعداء الله، أعداء الإسلام وعلماء الإسلام. حتى الاحتلال العراق أخوتي، حتى احتلال العراق أيها الأحبة، كان لهدف ديني، وإن كانت الأهداف الظاهرية هي أهداف سياسية، لكن الحقيقة أن هدف غزو العراق ديني، وقد اعترف بذلك جنرالات الاحتلال ورؤساء تلك الدول المحتلة. وقد تنبأ شهيدنا الصدر قدس سره من منبر الكوفة في إحدى خطبه، وحذر من أن الشيطان الأكبر أمريكا هي قادمة، بقوله: إن تأسيس ما يسمى بقوات التدخل السريع وافتعال حرب الخليج وملء المنطقة بالبوارج الحربية ما هو إلا تحسبا لظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لا لشيء آخر، لا لشيء آخر. حتى قال قدس سره أن للإمام ملفا ضخما في البنتاغون، حتى قيل أنه يفتقر إلى الصورة الشخصية له عجل الله فرجه الشريف، وطبعا هي مفقودة بطبيعة الحال. نعم، لقد أعلنها رجل وهو أمه في وسط الكوفة، أعلنها قبل سنوات من أن قدوم الشيطان الأكبر قاتل الشعوب هاتك الحرمات، أعلنها رجل هو أمه في وسط الكوفة، أعلنها محيي الجمعات: إنهم آتون، إنهم يزحفون ترقبا تحسبا لظهور الإمام المهدي عليه أفضل الصلوات، إنهم آتون لحرب حجتنا. سر مغلق خبأوه في ملفاتهم والكمبيوترات، أعلنتها سيدي وفضحت مخططات مئات السنوات. دق ناقوس الخطر في بنتاغونهم: اقتلوه، صاح اليهود الخاخامات، إنه يقف بوجه مخططات صهيون، إنه يقف بوجه المخططات، إنه يقف بوجه إسرائيل من النيل إلى الفرات. وأرادوا بقتلك سيدي أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وها هو نورك سيدي، إنه الأمل من جديد أخوتي، نسعى معه عهدا وشوقا إليك، نسعى معه ففيه وجدناك، لا لم نكن فقدناك. سنكمل ما بدأت معه مع من كل ما فيه يذكرنا أنه أنت، مع من كل ما فيه يوصلنا إليك، مع من كل ما فيه يأسرنا لهفا وحنينا إليك، مع من كل ما فيه يقول أنه أنت أنت، إنه فلذة كبدك، إنه سماحة السيد المجاهد المقاوم مقتدى الصدر عزه الله. كان للحسين عليه السلام مقامات نالها بالشهادة، وأنت يا سيدي يا محمد الصدر لك مقامات بوقوفك ضد الظلم فنلت الشهادة. الإمام الحسين الذي علم الإنسانية التضحية
والمقاومة ضد الظلم، حتى إن غاندي البوذي ليس مسلم غاندي تعلم من الحسين عليه السلام كيف يحرر الهند، وقال: إذا أردنا أن نتخلص من مخالب الاستعمار البريطاني فعلينا أن ننتهج نهج الحسين عليه السلام. غاندي ذلك الرجل البوذي الغير مسلم حرر الهند بالحسين عليه السلام، واليوم علينا نحن المسؤولية، نحن أتباع الحسين، نحن المسلمين، نحن أتباع أهل البيت عليه السلام، أتباع الأئمة العظماء، علينا أن نحرر بلد الحسين من الاحتلال. نعم، لأن بلد الحسين محتل. كيف؟ بتوحدنا وتكاتفنا. أسأل الله سبحانه أيها الأحبة أن يلهمنا الصبر على فراق محمد الصدر، وأن يجعلنا من الممهدين لظهور إمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. عسى الله سبحانه أن يمن علينا بنصر وفتح قريب، وأنا أرى إن شاء الله بوادر النصر قريبة بتحرير أرضنا وعراقنا من الاحتلال وجيوش الظلام، لننعم بالأمن والأمان والاستقلال في عراقنا الحبيب. فالسلام على محمد الصدر، والسلام على نهجيه الشهيدين مصطفى ومؤمل. السلام عليك سيدي يوم ولدت، والسلام عليك سيدي أبا مصطفى يوم استشهد، والسلام عليك سيدي يوم تبعث حيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.